إذا قال قائل: هل الأفضل للإنسان إذا زنى أن يذهب إلى القاضي ليقر عنده فيقام عليه الحد، أو الأفضل أن يستر نفسه؟ فالجواب عن هذا أن في ذلك تفصيلا. قد يكون الإنسان تاب توبة نصوحة وندم وعرف من نفسه أنه لن يعود، فهذا الأفضل أن لا يذهب ولا يخبر عن نفسه، بل يجعل الأمر سرا بينه وبين الله، ومن تاب تاب الله عليه. وأما من خاف أن لا تكون توبته نصوحا وخاف أن يعود ويرجع إلى الذنب مرة أخرى، فهذا الأفضل في حقه أن يذهب إلى ولي الأمر، إلى القاضي أو غيره، ليقر عنده فيقام عليه الحد. فالمسألة هذه فيها تفصيل.